للدور الربع النهائي بعدما خرج في هذا الدور في الموسمين الماضيين بهذا التشكيل من دون نيمار وكذلك من دون كافاني بقيادة مبابي راس الحربة في الخط الأمامي ببوفون في الحراسة كيهلال تياغو سيلفا كيمبمبي جوخوان برنات دراكسلير ماركينيوس فيراتي داني الفيش أنخيل دي ماريا وسبب الإصابة نيمار بسبب تأثره بالإصابة نيمار كذلك غايب في مباراة رقم 28 في دوري الأبطال بينما هو هذا هو توماس توخيل المدرب فعلها البلدوزر العملاق رومين لوكاكو جول هدية لا تصد ولا ترد هدية لا ترفض تمنح لوكاكو الذي يهز شباك باريس قابل صفر لأشبال سولتشاير المدرب النرويجي لفريق مانشستر يونايتد وصلت لداني الفيش التوزيع منه البحث عن كوان برنات كرة خطيرة برنات يتوغل برنات يدخل برنات يوزع كرة خطيرة والدفاع تروح لدي ماريا دراكسلير الفيش داني الفيش في المراوغه ما زال عنده الكره يلعبها بينيه ويضيعها الجالس على اخوان برنات برنات يدخل برنات يدوغل برنات والتوزيع وين يا برنات وين رائع هنا التغطيه من كيمبمبي من امام لوكاكو يتفوق عليه ويخلي الكره تروح مباشره خطوره داني الفيش مره ثانيه يلعبها كره خطيره اوه كذا دراكسلير يلعب داني الفيش هيله 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 مبابي بابا جول في منتهى الروعة ولعبة في منتهى الروعة يا سلام تمريرة أروع في اتجاه مبابي ومن مبابي لمبلي برنات وجول جوهرة أنت يا مبابي تلعب في الخلف في اتجاه دافيد دخيا دي ماريا راح دي ماريا توزيع بابا 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 تسديدة رائع أنت يا أنخل دي ماريا في اتجاه داني الفيش في القائمة الثانية سلام أمام أندار كافاني الموجود في دور كبير داني الفيش لمبابي استلمها كرة في العمق مبابي أولولا تسديد على طول من كيليان مبابي راحت سهلة أمام أندار إيري كونتونا واحد من أساطير كرة القدم الفرنسية أمريكا من برنات فاتو 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 راحت مباشرة تل نيمار أيضا لاعب من البرازيل موجود في المدرجات الغايب بسبب با 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 برنات أي 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 فيراتي مبابي فيراتي دي ماريا ودي ماريا با 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 يا سلام عليك يا أنخل يا دي ماريا سلام هذا صاروخ أرض جو أنخل دي ماريا على يسار الحارس دافيد دخيا وهذه لعبة ولا أروع خرجوا برنات من هنالك كرة صدها الحارس دخيا ببلاعة كادية الجول الثاني كرة الآن طبعا مبابي ضيعتها دي فيراتي فيراتي يسترجعها وتروح يلعبها لبرنات برنات القائمة الثانية رائع الكرة دي ماريا راح ودخل دي ماريا عدد تياغو سيلفا والكرة انتمر وماركينيوس وتياغو وصلت مباشرة لداني الفيش من أمام راشفورد راشفورد وكيريرو في خطا يا سيدي على الجهة اليسرى راشفورد دخل راشفورد مازال راشفورد راشفورد ماذا أردت أن تفعل يا راشفورد هل هي توزيعة هل هي تسديدة هل هي نصف نص نص هل هي توزيعة أو تسديدة في هذا الوقت هنا أطلبها لوكاكو مع لوك شو راشفورد راشفورد أولا لا با 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 جول ثنائي أيضا من روميلو لوكاكو جول راشفورد ضربها في جيجي بوفون وجول يا له من سيناريو ويا له من المان ويا لك من بوفون خطأ فادح قلما يرتكبه ننتشر ننتشر جيدا ونستثمر في أدنى الفرص هنا خطأ كل حكم المباراة على فيراتي الذي يقول بأنه لعب الكرة حكم المباراة فيراتي أم مارك يلعب لدراكسلير دراكسلير دراكسلير دي ماريا الكرة تلعب مباشرة في العمق خطيرة راشفورد بابا 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 والحكم يقول رأي تسلل في غفلة من دفاع باريس سان جيرمان هرب الغزال من هنالك راشفورد وكاد يفعل لوكاكو راح وتياغو سيلفا في التغطية بالبلعة يتفوق ويخرج هذه الكرة
يطلبها مبابي وصلته داخل منطقة عمليات مبابي لعب فيراتي يستلمها فيراتي محاصر يغطي كورتو ما زال فيراتي وكيرير وخطا يقول حكم المباراة لماركو فيراتي ولعناصر باريس سان جيرمان في وقت يبقى راشفورد ساقط على أرضية الميدان وشدك يا راشفورد لماركو فيراتي المعروف فيراتي راح من هنالك بيرنات وانطلق من دي ماريا دالو تيمور دارو دخل دالو تراح دالو دانيال فاش يبحث عن دراكسلر روح روح مبابي مبابي يا 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 ودراكسلر ومبابي بفريق مانشستر يونايتد يريد ان يفوت هذه اللحظات الكره من هنالك لفريد ياس مباراه سيصفر بعد حين نهايه هذا الشوط الاول خطيره سنشهد مباراة رهيبة كرة بعيدة عرضية على الجهة اليسرى لبرنات يلحق عليها فاتو اليمنى لدانيال فيش دانيال فيش في القائمة الثانية بعيدة برنات والدفاع كأنه مانشستر يونايتد يطمع في باريس سان جيرمان يقول له تعال 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 يبقى في الخلف ويخليه فيراتي رائع فيراتي رائع فيراتي في صد الكرات وفي ايصالها من هنالك في اتجاه خطير دانيال فيش دانيال فيش دي ماريا ويا شليونغ دي ماريا راح سرزت في السرعه دي ماريا مازال عرضيه ممتازه رائعه 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 توزيعه الدفاع وما زالت الخطوره مبابي وكريس مولينغ والحكم خلى اللعب تروح من هنالك على الجهه اليمنى باتجاه كيرير ترجع له كيرير مجددا او دراكسلير عفوا حاول يمر دراكسلير وكيرير خلفه يلعبها بينيه لفيراتي خرج له دانيال فيش بيريرا ودانيال فيش بيريرا يوزع كوره خطيره يلعبها بينيه فيراتي بابي دي ماريا وضع التسلل وجول بابا بابا وضع التسلل الحكم المساعد رفع رايه يا انخل والا لعبه ولا اروع يا سلام في منتهى الروعه هذه اللعبه الحكم ينتظر الان اعطوني خلوني الوقت تتهاطل على العاصمه باريس وعلى ملعب البارك دي برنس في اتيان لا الحكم يقول مازال دانيال فاش يرجع للخلف ماركينيوس واشلي فيرا للفريق اللي هو فيراتي دراكسلير يلعبها لدي ماريا دي ماريا ورجعت دراكسلير دراكسلير يغير رايعه دراكسلير دراكسلير خرجت خرجت يا دراكسلير هاتي الكرة راحت مباشرة ضربة مرمى يقول حكم المباراة لصالح الحارس دافيد دخيا 2-1 ما زالت النتيجة لصالح عناصر فريق مانشستر يونايتد كي ماريا دي ماريا لدراكسلير دراكسلير ومبابي دراكسلير لا 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 بعيد بعيد الكوبي مبابي لدانيال فيش مبابي يلعبها ممتازة فيراتي اوي 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 مبابي عنده الكرة توزيعة هيلا واو اشلي يونغ على مر يلعبها لراشفورد غطى كورتو راشفورد يحاول يمر يتفوق عليه بيرنات راحت لفيراتي غير تماما لدالوت وبيرنات تياغو سيلفا دانيال فيش دانيال فيش مع دراكسلير التوزيع والكرة في التماس يقول حكم المباراة التماس لصالح عناصر فريق باريس سان جيرمان دراكسلير هل من أمامه الكرة خطيرة أشلي يونغ مبابي متسلل الحكم قال لك العب وارفع الراية ارفع الراية ارفع الراية طبعا طبعا كان في راية تسلل واضح بالبراعة تياغو سيلفا يغطي كورتو يلعبها مع كيم بيمبي ماذا يفعل اللاعبون ماكتوميني فريد بيريرا تدخل رائع هنا من فيراتي او من باريديس الذي يتلقى البطاقة الصفراء فيراتي هو هكذا يعني دي ماريا دي ماريا مبابي مبابي يو 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 دي ماريا راح مونيي مونيي اوه دالوت دالوت مع برنات يحاول يمر يتفوق عليه برنات تروح مباشرة الناحية دانيال فيش الكرة في الركنية لعبة رائعة لعبة رائعة راحت ركنية من هنالك يقول حكم المباراة Төреш осыған 3 минут уақыт өте шықты. Сонымен